لما يكون قداسة البابا شنودة في محاضرة لأبنائه وفيه كل هذا الاهتمام والتجمعات حول الكنائس، بالتأكيد سوف يتحدث عن ظاهرة التجلي أو الظهورات، ظهور العذراء. كنا متأكدين من هذا وصدق حدسنا. الحقيقة توجهنا إلى الكاتدرائية اليوم، والحق إن المحاضرة خرجت عن الشكل التقليدي لها، يعني بدأت بسؤال عن هذه المسألة وظل قداسة البابا يتحدث حوالي 25 دقيقة عن هذا السؤال وفقط، وانتهت المحاضرة. البابا شنودة قال إيه؟ البابا شنودة قال إنه لا يستطيع أن ينكر ما رآه آلاف من الناس حول الكنائس. صحيح أن هناك بيان رسمي سوف يصدر الأسبوع القادم بعد تدارس المسألة، ولكنه أكد أن زمن المعجزات لم ينتهي، وأن وارد حدوث معجزات، وأن العذراء بتحب مصر وأهليها، إنما بيان رسمي سوف يصدر الأسبوع القادم. والعذراء في الوراء صدر عنها قرار من مطرانية جيزة، وشهد لها نيافة الأنبسي أودوسيوس الأسقف العام. ومهما قال البعض هنا وهناك، فإن شهادة الجماهير لا نستطيع أن نتجاهلها. لا تستطيع أي قوة أن تقول للجماهير أنتم لم تروا. أمال كانوا مزدحمين الازدحام ده كله عشان إيه؟ إن كانت تدورنا قوات منيرة من السماء فالعذراء بالأولى. واحد بيقول ما جاش في الإنجيل حاجة عن ظهور العذراء. الإنجيل تحدث عن الأمور التي في القرن الأول للمسيحية، اللي هو عصر الرسل الأطهار، ولكن الباقي تحدث عنه التاريخ، وأحداث كثيرة في التاريخ وعجائب كثيرة في التاريخ لم يتحدث عنها الإنجيل، لأنها جت بعدين. الذين ينكرون المعجزات والأعاجيب إنما ينكرون الواقع، لأن ربنا في كل عصر بيبعت لنا أعاجيب وبيبعت لنا معجزات وبيبعت لنا ظهورات ورؤى. طبيعة ربنا كده، بيعمل معنا كده. إذن هذه مقاطع مما قاله قداسة البابا شنودة عن الظهورات أو مسألة تجلي أو ظهور السيدة العذراء في هذه المحاضرة التي عقدت اليوم الساعة 7:30 أعتقد بدأ قداسة البابا المحاضرة. أكد أن بيانا متكاملا سوف يصدر الأسبوع القادم بعد تدارس المسألة بشكل كامل. التنويه هو أن الجدل قائم، مش ما بين المسيحيين أو الأقباط وغيرهم، إنما ما بين الأقباط وبعضهم. تقدروا تشوفوا ده على أنا قلت ما بين المسيحيين وأي ديانة أخرى، إنما كمان ما بين المسيحيين وبعضهم سواء كانوا أقباط أو غير أقباط في مسألة التأكيد على ظهور العذراء أو عدم الاقتناع بهذه المسألة.
الأسبوع القادم سيكون هناك بيان رسمي، إنما المتجمعين والمتجمهرين حول الكنائس لن ينتظروا هذا البيان، لأن هم موجودين في حالة من القناعة والراحة والسكينة والاطمئنان لظهور العذراء لهم لتهدئتهم وطمأنتهم وتثبيتهم. هذا ما سمعناه من على ألسنة المتجمهرين. شكرا للكاتدرائية وكل من فيها من سهلوا وجودنا النهاردة، شكرا جزيلا لهم.